وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني زيارات المسؤولين الألمان إلى مصر والقاهرة بتأتي باعتبار أن مصر شريك لألمانيا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، إلى أي مدى بتأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية الأخيرة لتعزز من المصالح المتبادلة؟ طبعا هي حضرتك لازم ننظر إلى هذه الزيارة على اساس ان هي لها مدلول سياسي طبعا كبير وعميق. العلاقات بين البلدين علاقات مهمه. الدوله زي المانيا بتنظر الى مصر من منطلق يمكن او ثلاث منطلقات، وهي الاستقرار اللي بتحققه مصر حاليا، التنميه غير المسبوقه اللي موجوده على الاراضي المصريه، وثالث حاجه الدور المصري اللي بدأ يعني مصر بتلعبه في الاقليم اللي احنا بنعيش فيه، هو اقليم مضطرب وهو بيؤثر على اوروبا باشكال مختلفه. وطبعا يمكن اعتقد انه زي ما حضرتك قلتي عمليه يعني الشراكه والمصالح المتبادله هي الاساس في هذا التعاون. ما فيش دوله هي الرابحه والدوله اخرى بتخسر، الدولتين لهم مصلحه كبيره جدا في تعميق هذا التعاون. مصر طبعا استطاعت ان هي تفعل شركات المانيه كثيره في خدمه التنميه في مصر، وطبعا استفادت هذه الشركات واستفادت الدوله الالمانيه اقتصاديا من هذا التفاعل الموجود على الارض في مصر. وبالتالي العلاقات المصريه الالمانيه انا بشوفها دائما يعني حجر زاويه في عمليه التنميه في مصر، وايضا في الشراكه المصريه الاوروبيه. نعم. لان المانيا لا زالت هي القاطره، يعني ممكن نقول عليها قاطره الاتحاد الاوروبي سواء كانت سياسيا او اقتصاديا، وبالتالي تعزيز هذه العلاقات امر مهم جدا في المرحله الحاليه. نعم، يعني سيد السفير، بذكر الشركات الالمانيه، يعني فيما ياتي اهتمام الشركات الالمانيه بضخ استثماراتها في مصر، ما الذي يعني ذلك، والى اي مدى استطعنا الاستفاده من الخبرات والتكنولوجيا الالمانيه في توطين الصناعه في مصر؟ يعني اول حاجه حضرتك طبعا المفتاح هو الاستقرار داخل الدوله المصريه. تاني حاجه المناخ الاستثماري اللي هو يعني بيشجع هذه الشركات ان هي تتواجد في مصر. ثالث حاجه الدخول في يعني نطاقات مختلفه وجديده مثل موضوعات الطاقه النظيفه سواء كانت شمسيه او رياح او غيرها. وايضا مصر الان الدول الغربيه او الاوروبيه بالذات تنظر اليها بان هي ممكن تكون نقطه انطلاق للطاقه، على اساس انه زي ما سيادتك شايفه في مشاكل كثيره الان في خطوط الغاز اللي تاتي من روسيا الى اوروبا بوجه عام والمانيا بشكل خاص. نعم. وبالتالي الدول الاوروبيه تنظر الى مصر ان هي ممكن تكون نقطة محتملة في الفترة القادمة لإمدادهم بأشكال مختلفة من الطاقة خلال الفترة القادمة. فمصر أصبحت الآن هي يعني شريك سياسي، شريك اقتصادي، وشريك تنموي، ولها دور فاعل الآن في كل القضايا سواء كانت قضايا سياسية أصبحت شبه مزمنة في منطقتنا، أو قضايا اقتصادية أصبحت يعني أوروبا تحتاج إليها وتحتاج إلى بديل آخر عن البدائل اللي هي كانت بترتكن إليها في الفترة الماضية. نعم، سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.